العرس الكروي اللي شهدناه امبارح، حيث فاز منتخب مصر بقياده حسام حسن على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف. المباراه اللي اقيمت على استاد القاهره ضمن منافسات الجوله الثالثه بالتصفيات المؤهله لكاس العالم 2026. سجل هدفي منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه في دقيقتين 4 و8 من عمر اللقاء، بينما جاء هدف بوركينا فاسو من تراوري في الدقيقه 56. بهذه النتيجه رفع منتخب مصر رصيده الى 9 نقاط من 3 انتصارات مختلفه، بينما تجمد رصيد بوركينا فاسو عند 4 نقاط. معانا بقى على الهاتف استاذ اسلام فؤاد الناقد الرياضي اللي هيحاورنا ويقول لنا بقى تفاصيل اكتر وما وراء الكواليس في مباراه امبارح. صباح الفل يا استاذ اسلام. صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين قناه صدى البلد، ارحب بيك. استاذ اسلام، يعني يمكن احنا كلنا شفنا الماتش امبارح والاداء الهايل من في الشوط الاول، ولكن في الشوط الثاني كان في انخفاض في الاداء، مش عارف بقى هل بقى قدرات بدنيه ام تعديل في 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 الخطه بين الشوطين، فانت قول لي وجهه نظرك في الموضوع ده، النقله النوعيه من الشوط الاول للشوط الثاني في المنتخب. طبعا هو اول حاجه الفوز بتاع امبارح هو فوز مهم جدا لمنتخب مصر في رحله منافسته للصعود على كاس العالم. طريقه لعب المنتخب في البدايه كانت بطريقه 3 4 3، المنتخب بدا بطريقه جيده جدا في بدايه احداث المباراه، فنجح في تسجيل هدفين في اول ربع ساعه من خلال الضغط وتنوع طريقه اللعب. كان في اداء جيد من اللعيبه وتمركزاتها والناحيه التكتيكيه والناحيه الدفاعيه، لكن في الشوط الثاني زي ما احنا شفنا امبارح كان في تراجع كبير جدا وانكماش من الجانب بتاع منتخب مصر والجانب بتاع بوركينا فاسو. بوركينا فاسو كان ليه الكلمه العليا في الشوط الثاني وقدر يسيطر على الاداء بسبب التغييرات الفنيه للمدير الفني لبوركينا فاسو. التغييرات طبعا منتخب مصر كانت تغييرات دفاعيه، مش عارفين طبعا كان خرج اكرم نزل اكرم توفيق وعمر كمال بدل زيزو امام عاشور وامام عاشور، لكن في كلام ان امام عاشور طبعا عنده اصابه وكان باين هو خارج في الخروج بتاعه هو كان حاطط كمالات على رجله. ده ما ساعدش طبعا في تطور اداء منتخب مصر في الشوط الثاني، كان في طبعا اخطاء فنيه كانت واضحه للجميع، كان في مساحات كبيره المنتخب ما عرفش يستغلها امبارح. الاداء كان باهت وتمركز بعض اللعيبه محتاج لبعض التعديل قبل مباراه غينيا الاثنين المقبل. دي بس حقيقة. في المجمل الفوز رفع رصيد الفراعنه 9 نقاط في الصداره بالعلامه الكامله. وطبعا في ارقام كثيره كانت مميزه امبارح، تريزيجيه بعد تسجيله. طب لو اتكلمنا عن التشكيل يا استاذ اسلام، التشكيل انا يعني في احنا شفنا التشكيل اللي هو بطريقه 3 4 3 وبعد كده دخول عناصر جديده على المنتخب، يمكن اكتر من لاعب بداوا ان هم حسام حسن يطعم بيهم شكل المنتخب، فالتشكيل هل ده التشكيل المناسب؟ ده التشكيل المفروض نبدا فيه ماتش غينيا برضو؟ هو التشكيل مناسب بحد كبير جدا طبعا للقاء غينيا بيساو. لا، لقاء غينيا بيساو طبعا هنحتاج تغيير في التشكيل. زي ما انا ما قلت لحضرتك، انا وضحت لحضرتك ان احنا محتاجين ان احنا نبص على التشكيل ونراجع طبعا التشكيل قبل لقاء غينيا بيساو وتمركز بعض اللاعبين. طيب قال بقى يعني ناس كتيره بتقول بوركينا فاسو كانت هي المباراه الاصعب في رحله تصفيات المنتخب، فخلاص كده نقدر نقول طريق المنتخب امن ومؤمن وان شاء الله نلاقي نفسنا في المونديال في امريكا، ولا لا الموضوع لسه ما انتهاش ولسه في عقبات وممكن الفرق الثانيه اللي موجوده في مجموعه منتخب تلعب وتقدم مفاجاه؟ بوركينا فاسو هو المنافس الوحيد لمنتخب مصر في التصفيات بس، يعني ما هو ده الوحيد، ففوزنا عليه يعتبر زي ما انا قلت الطريق بقى خلاص ممهد بنسبه كبيره. المنتخب ان شاء الله يتاهل لكاس العالم بعد ان شاء الله لما نفوز الماتش الجاي على غينيا بيساو، هنرفع رصيدنا ل 12 نقطه ونبقى بنسبه كبيره ان احنا ضمننا الوصول لكاس العالم. استاذ اسلام فؤاد الناقد الرياضي، كان في ارقام حابب بس اذكرها. طبعا اتفضل. حابب اذكرها امبارح، كان في طبعا تريزيجيه بعد تسجيله الهدفين امبارح رفع رصيده ل5 اهداف هداف منتخب مصر في التصفيات الى الان، وده من اصل 10 اهداف للمنتخب مصر في التصفيات. منهم 4 لمصطفى محمد وهدف وحيد لمحمد صلاح. لا 4 محمد صلاح، هدف وحيد مصطفى محمد. 4 مصطفى محمد وهدف وحيد لمحمد 4 صلاح. 4 محمد صلاح سوبر هاتريك المباراه اللي قبل اللي فاتت في التصفيات. في التصفيات سوبر هاتريك لصلاح. لا 4 كاس العالم مصطفى محمد وهدف وحيد لمحمد متأكد صلاح. متأكد. نراجع. نراجع. ودي المباراة الثالثة على التوالي اللي سجل فيها تريزيجيه الفوز الرسمي، وده الفوز الرسمي الأول للعميد. طيب احنا يعني بنشكر حضرتك جدا يا استاذ اسلام يعني على وجودك، ومره ثانيه بنهني منتخبنا الوطني وبنتمنى له يا رب بقى مباراه احلى كمان مع غينيا بيساو. محمد صلاح 4 اهداف انا متاكد. خلينا يعني المهم ان احنا بقى يعني عندنا لعبه حلوه.